كما قلت الحمد لله بعدا ثلاثه النقاط اللي هي مهمه كنا في امس الحاجه ليها باش اننا نكونفيرميو ولا ناكدوا المسار الايجابي اللي حنا غاديين فيه. المقابله كانت صعيبه، الخصم صعيب، ديربي طبيعه الحال. الديربي كيتلعب على جزئيات لانه تيكون لو بلون مونطال هو اللي تيكون حاضر بزاف. في الشوط الاول يمكن ما قدرناش نتحروا شيئا ما، الخصم تاعو حاول انه يباغتنا بالهجمات المتده، ولكن كنظن بقينا مركزين، بقينا مامنين بالطريقه ديالنا، وحاولنا ما امكن اننا نشحدوا الهمام في الدوزيام ميطون، اننا نديروا بعض التغييرات باش اننا ندخلوا في المقابله ونهزوا الريتم اكثر من هكا. داكشي اللي تاثرنا الحمد لله، سجلنا اصابتين، تحكمنا في مجريات المقابله. ما عليا الا نشكر اللاعبين، نشكر الجمهور اللي وقف معنا كما قلت، لا برا الميدان ولا داخل الميدان، والحمد لله ثلاثه نقاط هي المهمه. السؤال الاول اللي يمكن جاوبت عليه في المره اللي فاتت كما قلت لك، شوفوا نتوما كيفاش كتشوفوني، واش مدرب ولا لا. جوسكا ماتنو انا مدرب ديال النهضه البركانيه، بالثقه ديال الجمهور، بالثقه ديال المكتب، بالثقه ديال الجميع. كنظن ان كنحس بالدعم اللي كاين، كتعرفوا ماشي ساهله باش المهم ليسونسييل هو كاين الثقه، كاين الدعم، كنحس به، كاين الدعم حتى من اللاعبين، كاين الثقه في الخدمه اللي تنديروا. كنظن ما محتاجاش دي كونفيرماسيون بزاف، شوي لاحظتش انا عاطيني المسؤوليه جوسكا ماتنو الحمد لله ربي موفقنا فيها، واننا تنخدموا في الاتجاه الصحيح لصالح النادي. ثاني حاجه ما كانش تحفظ قد ما قلت لك انه كانوا مجريات المقابله ضروري غتكون مباراه سيري، لانه سي تان ديربي، كيبقى كما بغى يكون الحاله ديال الفريقين راه تيبقى ان ديربي اللي بالضغط ديالو، اللي عنده حيتيات اللي هما بو سبيسيال. كنظن المهم في هادشي كامل هو ان قدرنا نخرجوا بنتيجه ايجابيه، وقدرنا نفرضوا الذات ديالنا في مجريات المقابله، وكما تيقول الاعمال بالخواتيم ديالها. ومن ختمنا اننا خدينا ثلاثه النقاط ورجعنا درنا اداء اللي هو جيد في الجوله الثانيه، فالحمد لله ما يمكن لي الا نكون ساتيسفي. وكما قلت غنعاود اللعابه لانه فريمون داروا مجهود كبير بزاف، وهاد 3 بوان اليوم اوسي. نجاوب على السؤال الاول اللي قلتي لي ديال الستاف. المهم بالنسبه لي انا جوسكا ماتنو انا مرتاح مع الناس اللي خدام معاهم، شوي اليز، انا شوي ابيتوي لانه تنخدم لو ماكسيموم اللي نقد عليه. دونك ملي غنحس براسي محتاج العوين راه غادي نهضروا في هذه المساله هذه. دونك جوسكا ماتنو الاخوان اللي معايا لا في لا بريباراسيون فيزيك ولا في لي غارديان دو بوت ولا حتى ستاف ميديكال، الحمد لله كلشي كيعطي لو ماكسيموم اللي عنده في واحد لومبيونس اللي هي جد ايجابيه. وإلا احتاجينا الرونفور بيان سور راه غادي نلقاو لو رونفور ابخي. بالنسبه قلت لي على اللاعبين، تنظن الا كان شي الا كان نقولوا بهذه الكلمه، الا كان غادي يكون شي لوم هو اللوم عليا انا، يمكن ما عطيتهمش توظيف اللي هو جيد لهم باش يكونوا مزيان. بالنسبه ليا اللعابه عطاو اللي عندهم، حاولوا ما امكن يعطيو لو ماكسيموم، بوتيتر ما توفقوش، الكره هي هذه، يمكن مره دخل تكون توفق، يمكن مره اخرى ما تكونش. مي كنظن خصني نشكرهم بزاف، لانه داك ليطا ديسبري اللي كان سواء عند اللعابه اللي كانوا في التوب فورم ديالهم ولا اللي كانوا شيئا ما اقل 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 منهم، كلهم عطاو. وكما قلت سكين كون هو داك ليطا ديسبري اللي كاين دابا حاليا في الفيستيار وفي العمل اللي تنقوموا به. جيسبر انه الريزولتا تبع، لانه فريمون ما يمكن لي نلوم حتى واحد الا راسي الا ما كانتش نتيجه ايجابيه. مزيد من التقييم. دابا نقول لك شوف تيلمو، دابا باش فكرتيني تيلمو عزيت عليا نهار جبتي المساله ديال مع السير كراكي ديال الضو، دابا عاودتي فكرتيني كلامك على الراس والعين. دو ميطون مختلفين، بروميير ميطون كانت ديالنا، كانوا عندنا 3 زوكازيون. مالوغوزمون كون ماركينا في بريمير ميطون كانت الماتش غيكون واحد اخر. دوزيام ميطون مون ملي تماركا البيوت سي نورمال، هما عندهم لاطاي، حنا كنا عارفين عندهم لاطاي، تيلعبوا بزاف على لي كود بياريتي، الشيء اللي كنا خايفين منه خدمنا عليه. مي عندهم لاطاي اللي عاوناتهم. كنا مازال في الماتش، مي دوزيام بيوت اللي شويه هرس لينا الريسم ديالنا، واخا درنا دي شونجمون ولعبنا بدوز اتاكون، ولكن بون بركان زعما ميريت لي 3 بوان. حنا غنكملوا الخدمه وهادشي اللي كاين. غير باش تعرف انتم راه زعما في الدومين وعارفين كلشي، ما غاديش صعيب باش تجاري ماتش بالتليفون، راه سي امبوسيبل، ما يمكنش. قلتها قبل، قلت الا كانت واحد الفتره صغيره وغادي تقاد الامور، ف
فالدراري تا هما كانوا الحمد لله مضحين معنا، جبنا 4 بوان في دو ماتش، ولكن ديجا قلتها وقلت لها طولات راه ما غاديش يمكن، لان لي بيتي ديطاي كاين دي ديسيزيون خاصهم يتخادوا دغيا. يعني ايماجين انت سورتو ملي كاين الجمهور ما تقدرش، خصك تعيط في التليفون، التليفون تيوصل البونتوش، بونتوش يوصل لادجوان، لادجوان يوصل للعاب، لي ديسيزيون تيتخادوا في البلاصه باش تجري ان ماتش في التليفون وانت مدرب يعني تخدم سيمانه كامله وفي الاخر تتريح في لي غادان، راه حتى داك الفيلين راه ماشي ساهل، صعيب بزاف. وتا الدراري حتى هما تجيهم صعيبه، لان السيمانه كامله وانت خدام معاهم تاكتيكمون قريب منهم، تجي نهار الماتش يلقاوك الفوق سي ما يمكنش. شكرا. والحمد لله بعد الدراري اللي كاينين هما قايمين بالواجب، ولكن ضروري ضروري خصو كاين دي بوست اللي خصنا نرونفورسيو ليكيب، ونتمنى ان شاء الله باش نقدروا نجيبوا دي جوار، لحقاش ضروري ضروري محتاجين دي ريكروتمون اللي غيعاونونا. الكره هذه في ربما في الميليم ولا في سميتو ماشي تابعين كره، ولكن ما نقدرش نقول لك انا الدراري نزلوا يديهم. وي كانت صعيبه علينا لان لعبنا بدوز اتاكون شويه، كان عندنا الاسباس في الميليو، هادشي ما تنكروش. راه ترجع وتنقول لك ملي في سورتو في الدوزيام ميطون راه خصك تكون في البونتوش، خصك تكون قريب للعابه تديريجيهم، باش دير هادشي في التليفون راه ما يمكنش. انا تنعاودها وتنقولها باش انا تيقول لك دوزيام ميطون ديال لي زونترينور وانا راني الفوق في لي غاد، ايوا هادشي اللي كاين. نعم قبل اخر قبل ديما من الاول فاش جيت ديما تنطلب الجمهور يجي، وزعما شكروه والله زعما داروا واحد لي فور، جاوا عاونونا وكنا باغيين نفرحوهم هاد الماتش هذا، مي ما كتبش. ما تنقول لهم تما ما ينزلوش يديهم، يبقاو مع الفرقه، وراه مازال لي ماتش اللي غنحتاجهم بزاف. وديما تنقول راه كاين دي ماتش اللي غادي تربحوا بالجمهور، ما نقدروش يعني ناخذ هذا هو السبب الرئيسي ولا شي حاجه، ولكن اسباب كما قال. ولكن انا بديت تفاجئ زعما ملي مشاو، ما عرفتش شنو، انا قلت غيبقاو الماتش كامل، ما عرفتش شنو وقع. الجمهور في دوزيام ميطون بداو تيمشيو، ما عرفتش شنو صراحه، ما عرفتش شنو واقع. يلا غادي نسول علاش مشاو، مي بون تنقولوا لهم زعما شكرا بزاف اللي ضربوا الطريق وجاو وشجعوا، وتنعاود نقول يبقاو معنا ويبقاو مع الفرقه. والدراري تا هما محتاجين الجمهور، ديما ملي تنهضروا بيناتنا الدراري ديما تيقول لك محتاجين الجمهور يكون معنا. ايوا مازال لي ماتش ومازال محتاجين الجمهور، والماتشات تيتربحوا بالجمهور. يلا واش انا باغي نربح ولا باغي نسوق؟ انا ما فهمتش. دابا انت قلتي الفرقه كانت غايبه، ما عرفتش واش تفرجتي في الماتش كامل ولا تفرجتي غير في 30 دقيقه الاخر، هذه هي الاولى. الا تفرجتي في الشوط الاول شكون الفرقه اللي جاوا لي زوكازيون؟ راه هي حنا، جاونا 4 اوكازيون كنا نماركي، ما عرفتش انا واش تفرجتي فيه ولا لا. والثانيه انا باش نربح ماشي باش نسوق، انا اللعاب اللي غندخلو ما غيعاونيش، علاش؟ بالعكس انا نقول على هادشي دخول اعطيني لو ماكسيموم، ما تيتخباوش الدراري عندي، ما تيجيروش لي فور، تيتقاتلوا، تيعطي 200%، يعطيني 60 دقيقة يعطيني 70 ماشي مشكل، حتى يشدوا لي كرومب ويخرج، ماشي معطوب هذوك لي كرومب ديال العيا ديال لي فور ديال التقاتيل اللي تيتقاتلوا في التيران، وبرافو عليهم. هادشي اللي غنقول لك.